دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، يوصلنا إلى مرسانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، يوصلنا إلى مرسانا. يا أيها العالم، يا أيها العالم، يا أيها العالم، صمتا واسمع شكوانا. يا أيها العالم، يا أيها العالم، يا أيها العالم، صمتا واسمع شكوانا. مسلم وصف يميني بالدمار، أنا مسلم، أنا مسلم، نسب لديني كل عار، أنا مسلم، أنا مسلم، وصف يميني بالدمار، أنا مسلم. على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، فإن شهر رمضان المبارك شهر بذل المعروف، فيه يتسابق المحسنون في كل زمان ومكان، وإن من أجل القربات وأعظم الطاعات وبذل المعروف للمسلمين، وصنع الخير للمؤمنين، وتفريج الهم عن المكروبين، ومد يد العون للمحتاجين، وتفقد أحوال المعوزين، وفعل المعروف حماية من كل وبال، وصيانة للنفس في أي حال، ووقاية من كل ما يتقى، ودفع حسين من أي أذى، وهو السبب لحسن الخاتمة، ومهاد لطيب العاقبة. فإن الصدقة في سبيل الله لها فضائل كثيرة، ومنها أنها تطفئ الخطايا وتكفرها. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن حسنه الألباني في الإرواء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أنها من أسباب دخول الجنة والعتق من النار ولو كانت بشق تمرة. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبتني أمشأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. أنها من أسباب النجاة من حريق يوم القيامة. ففي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ذل المؤمن يوم القيامة صدقته، أنها تجلب البركة والزيادة والخلف. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. أنها تقي مسارع السوء وتطفئ غضب الرب. فقد أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن حسنه الألباني في صحيح الترغيب
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مسارع السوء، والصدقة تطفئ غضب الرب. وختاماً أيها الصائمون، نوجه بالشكر لمن كان له فضل بعد الله سبحانه وتعالى في إفطار هؤلاء الصائمين وإطعام هؤلاء الفقراء والمساكين والمعوزين، ونوجه بالشكر الخاص المتبرعات سلطانه وأخواتها من دولة قطر بواسطة فاطمة العلي والأخ للدكتور مازن الهاجري، فجزى الله هؤلاء المتبرعات خير الجزاء على نيتهم الصالحة وعملهم المبارك الدؤوب، ولله درهم وبوركت أعمالهم وجهودهم. فكم طوغ جيد أهل الخير والفضل بإحسانهم، وكم أسر قلوبهم بمعروفهم، وكم نفع الله بجهدهم وعملهم، كل ذلك بصمت وإخلاص وابتغاء لما عند الله تبارك وتعالى. فأجزل الله مثوبتهم وضاعف أجورهم وبارك في أعمارهم وزادهم خيرا وهدى وتوفيقا، وغفر الله لهم ولوالديهم وأخلف عليهم خيرا في الأولى والعقبة، ولا عدمنا أمثالهم في مجتمعاتنا وأمتنا الإسلامية. أخوات المتبرعات، كما ترون وتشاهدون، هؤلاء الصائمون مسرورون على مساعدتكم القيمة، ويسألون الله سبحانه وتعالى لكم أن يتقبل من صدقاتكم وأن يجعل في ميزان حسناتكم. ورحم الله القائل: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ولا تطع في سبيل الجود عذالا، من جاد عليه الله واستترت عيوبه وكفى بالجود سربالا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبنا من سكن طيبا ونال دور المعالي، بعيد الآمال في ليل الحيارة. حبيبنا نوره جل رهيبات الليالي، طيبا ونال دور المعالي. سيدي ما كان ينطق عن هواه، حبيبنا قوله أوحى به رب الجلال. ألف صلى الله حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال دور المعالي. ألف صلى الله لك من أهدى محاسنه الزمان، حبيبنا وهدى الناس إلى قيم الجمال. طيبا ونال دور المعالي. ألف صلى الله حبه فرض ولم حب ادعاء، حبيبنا إنما نهج اتباع والتزام. ألف صلى الله حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا.